بهدف تعزيز المخزون الاحتياطي من زمر الدم لاستخدامها في حال حصول أي طارئ. استقبل بنك الدم في محافظة الحسكة الأهالي المتطوعين الراغبين بالتبرع بالدم في المركز الطبي المحدث اللؤلؤة وسط المدينة. نحن هون بنك دم الحسكة عم نسحب دم من المتبرعين الطوعيين من أجل الاحتياطي، ولكن بقية المحافظات مكتفية ذاتيا. العملية سحب الدم هون من المتبرعين، طبعا كل الشكر للمتبرعين والله يجزاهم ألف خير. نحن هون عملية سحب الدم تم فحص الزمرة وينحط برادات الدم بعد ما ينسحب، وإجراء عملية كمان فحص للدم وشو في أمراض وشو في مشاكل، وينحط ببرادات لحتى ما ينطلب من عندنا. نحن نستقبل المتبرع ونفحص زمرة الدم تبعه ونرجع ناخذ منه العينة ونحطها بالبرادات في حال أي حال طوارئ، مشان يكون في عندنا كمية الدم تكون مناسبة للمريض. المتبرعون أكدوا أن هذا العمل واجب ومسؤولية، متمنين أن لا يحدث أي طارئ في البلاد، ومبينين أن الهدف الأساسي هو دعم بنك الدم في المحافظة. نحن جينا من واجب وطني نتبرع بالدم احتمال للطوارئ اللي جاية لمخزون فيها المحافظة، ونتمنى لكل المواطنين تجي تتبرع بالدم، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الناس المرضانة والله يحمي الجميع. والله نتبرع احتياط، يعني مشان لا سمح الله إذا يلزم دم كذا يكون جاهزين، احنا بأي وقت دمنا جاهز، دمنا جاهز للشعب السوري كامل. الحملة شهدت إقبالا كثيفا من الأهالي، ما يعكس محبة وتعاون أبناء الوطن للمساعدة في المحن والأزمات. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.